قدر ما تبعثه الهياكل العظمية من رهبة وخوف في نفوس الكثيرين، إلا أن الفنانة التشكيلية الإماراتية ميسون آل صالح استطاعت أن تحول تلك الهياكل إلى شخصيات صنعت من الموت حكاية سريالية. هو أصلاً موضوع الموت هو موضوع صعب الواحد يتقبله، فأنا مزجت من في لوحاتي طريقة من المرح إن عشان الناس يتقبلونه، فهو طريقة رسمي، هو ستايل السرياليزم، هو نوع، هو مثل خلط نوع من الشيء الواقعي ويا الخيال. ورغم ذلك إلا أن الموت لا يزال ظاهرا في أعمال ميسون، فشخصياتها هياكل عظمية تفتقد اللون، غير أنها تخبر قصة بين الحداثة والقدم وبين الحياة والموت. لوحاتي تعكس الحياة الحديثة وهي الحياة التقليدية للإماراتيين. لكن ما الذي دفع فنانة في مقتبل العمر إلى الاهتمام بالهياكل العظمية ومواضيع الموت والحياة لتحويلها إلى أعمال فنية؟ هو أول ما بديت أنا كنت سايرة المستشفى لفحص عادي، فصرت وسويت أكسري لنفسي، فجتني الفكرة من يوم كنت سايرة هناك، الدكتور حط الأكسري على الشاشة، فألهمني إن كيف الأكسري الإماراتي يعكس شخصية جمال الشخص الداخلي بدل الجمال الخارجي. وتقول الفنانة الإماراتية الشابة في موقع إلكتروني يعرض أعمالها إنها تريد من الموتى الذين ترسمهم على قيد الحياة في لوحاتها أن يخبروا قصصهم لهؤلاء من بعدهم في مشاهد غنية باللون دون إثارة الجدل. لوحاتي ما تتعلق في السياسة ولا تخص بأشياء تتعلق في الدين، هو لوحاتي بس إن أكثرية تخص بالجمال الفني. وتبدو ميسون عازمة على مواصلة مشوارها ليس فقط في تصوير الموتى والهياكل العظمية، بل في منحهم متسعا على القماش ليحيوا مرة أخرى ويخبروا قصصهم. يوسف رفاعي، CNN بالعربية، دبي.